السلام عليكم الخوت ومرحبا بكم في فيديو جديد عبر قناتكم الخبير الرقمي. كما كنقولوا ديما قناة المختصة في نقل اخر اخبار العملات الرقمية واخر اخبار الكريبتو. فيديو اليوم غنشرح لكم واحد الطريقة جد مهمة هي تحليل الشموع، تعرفوا الشمعة واش غطلع ولا غتهبط، كتعرفوا السوق واش غيتقلب، يعني السوق غيتقلب الناحية الايجابية ولا غيتقلب الناحية السلبية. غتفهموا هاد القضية، غتعرفوا انكم يمكن لكم تبيعوا واحد القيسة، لان السوق غيتبلبل وغيزيد يهبط، يعني غيزيد يتمرمد، يعني من الاحسن انكم تبيعوا وترجع تشريو في مستويات اقل من ذلك. وغنشرح لكم الطريقه امتى تعرفوا السوق انه غيطلع، الا كنتم شاريين تقدروا تشريو. هادشي كلشي غتفرجوا فيه في هذا الفيديو وغتفهموه، ولكن قبل ما نبداو الشرح في هذا الفيديو خاصنا نشرح لكم واحد الحاجه مهمه. اننا قمنا بعده مسابقات، القناه الوحيده اللي كدير هذه المسابقات اللي كتوفر لكم واحد البادجي باش تربحوا، باش تبداو راس الدور الاستثمار ديالكم، الدور المشروع ديالكم، وكتوفر لكم راس مال جد مهم. كاين اول طريقه هي ديال 100 دولار اللي كتستافدوا منها، تقريبا كتستافدوا من 5 دولار 10 دولار 20 دولار حتى 100 دولار تقريبا في منصه كويليس. شرحنا لكم الطريقه، قلنا لكم تواصلوا معنا في حساب ديالنا في تيليجرام وحساب ديالنا في الانستغرام ونوريكم طريقه التسجيل. كاينه طريقه اخرى شرحنا لكم كيفاش تحولوا من 100 دولار تردوها 50000 دولار وتربحوا بزاف ديال الفلوس. هاد الطريقه جات رائعه، شرحنا لكم الطريقه في الفيديو، ضروري تكونوا تفرجوا فيه لان الفيديو فيه شي خبايا اللي ما عمركم ما غتشوفوها في شي قناه اخرى. ايضا شرحنا لكم الطريقه وقلنا لكم احنا درنا جائزه جد مهمه اللي هي قيمه ديالها 1000 دولار، فقط يكفي ان نصل ل 10000 مشترك وسيفوز كل فائز تقريبا ب 1000 دولار لكل شخص. على بركه الله نبداو الفيديو ديال اليوم. طريقه الشرح نشرح لكم اليوم، الفيديو غيختصر فقط تفهموا الشموع. كما كتشوفوا الشمعه هذه اللي كتكون طالعه فيها الخط رقيق وكتشرح لكم هالشمعه مثلا، غنشرح لكم حتى الفوليمات وتفهموا كل شيء غتفهموا. ولكن قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش تشاركوا معنا في القناه، تبارطاجيو الفيديوهات مع صحابكم. الدوره راهي دوره مجانيه، يعني ما غتحتاجش تخلص فيها حتى شي فلوس، فقط غتدخل اليوتيوب غتفرج في الدوره، غتريح بينك وبين راسك، غتفرج غتفهم السوق. لان كنت ديما كتسمع الناس كيقول لك لا شري البيتكوين راه غيهبط، كتدخل انت كتفرج فيديو اش كيقول لك، في حوا ديال الفيديو كامل واحد كيهضر 20 دقيقه اش كيقول لك، والبيتكوين غدا ان شاء الله غيصبح في 28. دونك انت غتخلع غتمشي تبيع، ولا غتفرج فيديو غتسمع ان البيتكوين غدا غيوصل، غيجي واحد يقول لكم الحياه السعيده، يقول لكم حق البيتكوين غدا غيوصل 100000 دولار، انت غتسمع غتمشي تشري. ولكن انت خاصك تفهم، انا كاين معايير، انت غتفهم، انت الطريقه اللي نشرح لكم غتفهم، غتولي داكشي تخدمو يوميا، ما غتسناش البيتكوين تيوصل 100000 دولار وما غتسناش البيتكوين تيهبط 29 دولار. هاد الطريقه غتخليك انك كل يوم تدخل للسوق وتضرب الحساسه ديالك وتخرج في حالك، طريقه جد سهله وبسيطه. فقط خاصك تفهم الشموع، كل شمعة راه عندها معنى، راه مايمكنش الشمعات هادو كيداروها حاطينهم هاد الناس، يعني الشمعات غادي دايرينهم كون كان بحال هكا ما غايديروش لكم لا شمعات لا والو، غايديرو لكم غير البيتكوين مثلا غايبقاه بحال هكا غتبقى تتحرك 36000 دولار بحال هكا غتبقى تشوفوها كطلع وكتهبط. ولكن لا، ملي الناس دايرين الشموع واكتشفوا الشموع وبدلوا فيهم مجهود والخطوط اللي كتشوفوا، هادشي كله هو اللي كيخليك تفهم السوق كيفاش غيمشي. لا مكنتيش غتفهم بحال هادو راه عمرك ما غتفهم السوق. المهم على بركة الله نبداو لكم الشرح، غنشرح لكم حنا غنمشيو معكم ليطاب باغ ليطاب، وفيديو غادي يكون بساط. اليوم غنشرح لكم غير الشومو، غنشرح لكم غير الفوليم، وفيديو الجاي غنشرح لكم كيفاش دير الخطوط، كيفاش تفهم الحركة، لأن كاين بعض الحركات لي صعابين لي كيبغيو الوقت. لا شي علاش حنا نمشيو ليطاب باغ ليطاب باش تكون تنتوما يجيكم الأمور بسيطة وسهلة. المهم نبداو الفيديو ديالنا اليوم، كيما كتشوفو كاينة أول شمعة لي كتعني أن السوق غيتبلبل. ملي كنقول السوق غيتبلبل يقدر يطلع الفوق يقدر يهبط تحت. كما كتشوفوا هاد الشمعة هادي، هاهي هاد الشمعة هادي راه واضحة بلا فين نكبر باش يبان لكم الأمور أكثر. كما كتشوفوا الخوت بلاتي واحد دقيقة أنا معكم، كما كتشوفوا هاد الشمعة هادي، هاد الشمعة وصلت ل 39000 دولار ولكن مقدرش تصبر، وصلت 39000 دولار ولكن صافي هادا هو جهدها، وصلت هنا ما قداش رجعت المستوى ديالها اللي هو 37000 دولار و500. ملي كنقول لك انا 37000 دولار و500 طلعت حتى لهنا وصلت 37000 دولار و500، شنو المعنى ديالها؟ المعنى ديالها الشمعة راه صافي الناس ضاربوا الضريبه وصلت حتى لهنا، الناس راه كيبيعوا اكثر من كيشريو، يعني انا السوق كان بامكانه انه يوصل 37000 دولار ولكن كان البيع اكثر من الشراء، اللي خلى الشيء اللي خلاها تهبط. الشمعة راه خاصها بربع ساعه، راه ماشي شي شمعه ديال زعما ساعة ولا يومين ولا ثلاث ايام، يعني شمعة ديال 15 دقيقة. 15 دقيقة السعر لعب تقريبا بين واحد 2000 دولار، بالسعر يلعب لك 15 دقيقة في 2000 دولار، لا طلع
طلع وبات الخشمه ما بقاتش شاده في راسها، عرف السوق راه غيطلع طلعه زوينه، لا بالك انها طلعات والو الشمه ما قدرتش تصبر ورجعت هبطت تحت، يعني السوق هيهبط. وراه كما كتشوفوا الفيديو كنا لحنا البارح قلنا لكم السوق راه غادي يبقى غادي وكيهبط، والفوليوم ما والفوليوم بين ان السوق يبقى غادي وكيهبط. انتما كما كتشوفوا هو السوق راه بقى غادي وكيهبط، راه وصلت ل 35000 دولار، راه من 39000 دولار وصلت ل 35000 دولار و500. هادشي الفيديو اللي نشرنا البارح راه كان السوق رانا وقلنا لكم السوق باقي غيزيد يهبط، راه بدا كيطلع شويه، بدا كي واحد الانتعاشه، ولكن الانتعاشه كما كتشوفوا الفوليوم ديالها هنا تحت راه فوليومات صغار، يعني ماشي شي فوليوم كبير اللي كيعني لك ان السوق قدر يتبلبل يطلع مزيان، يعني فوليومات عاديه. وكما كتشوفوا حتى دابا راه الفوليومات عاديه، ولكن شنو الفرق هنا؟ اصلا كاين واحد المؤشر اخر ملي كيتلاقاو هاد هاد الخطوط، كما كتشوف الخطوط راه ماشي احتباطيا، راه فيما كيتلاقاو يا اما السوق كيطلع يا اما السوق كيهبط. وانتم باش تفهموها، اما تلاقاو هنا السوق هبط، رجعوا تلاقاو هنا السوق طلع شويه، شو كيف ثاني طلع، اما غير رجعوا تلاقاو هنا السوق كان مزيان بقى طالع، يعني المهم بقى فوق من الخط ديال القيمه ديالو السوقيه. هذا الخط اللي كيبان لكم بهذا اللون اللي تقريبا شبه البنفسجي، اش كيعني؟ هذا كيعني القيمه السوقيه للبيتكوين، القيمه السوقيه للبيتكوين تقريبا كتراوح في هذه اللحظات 36000 دولار، ولكن قيمه بين البيع والشراء هذا ديال خاص البيع وهذا خاص الشراء، يعني اللي الشراء اعلى من القيمه ديالو السوقيه كما كتشوفوا. شو هذا بعد القيمه ديال البيتكوين تقريبا عفوا 36000 دولار و800، هذا خط ديال البيع وهذا خط ديال الشراء، يعني ديما كيكون البيع غالب على الشراء ولا الشراء غالب على البيع، فهاد اللحظات البيع الشراء غالب على البيع، الشراء البيتكوين غادي يطلع شويه يقدر يوصل حتى 37000 دولار 38000 دولار كما كتشوفوا. ولكن الشمعه اللي بغينا نوصلوا لكم ان الشمعه كما كتشوفوا راه عنات لينا ان السوق يهبط، عنات لينا ان السوق يهبط. انت اخويا الا كنتي شاري من هنا سواء كنتي شاري سواء كنتي رابح، حنا ما كندويوش على الهوب، دابا كندويو على تريدين، يعني كتريدي في واحد بقيت تقدر في واحد تدخل النهار تريدي واحد ساعتين ثلاثة، ولكن نفس النهار غتشري ونفس النهار غتبيع. انت من خويا ملي غتكون هنا راه باينة الشمعة عنات لك ان السوق يهبط، سواء كنتي رابح سواء كنتي خاسر ضروري خاصك تبيع باش ترجع تشري من مستوى هابط. مثلا كون بعتي اخويا هنا انتما جات الشمعة، ملي جات الشمعة وخرجت الشمعة فين بقى البيتكوين؟ فين بقى السعر ديالو في الشمعة اللي موراه؟ يعني بقى في 38000 دولار و 200 تقريبا 200. هو الشمعة بينات لك ان السوق يهبط. اخويا غير نوض تبيع انت مثلا هنا، غتبيع هنا وترجع تشري هنا، انت ماشي بالضرورة تشري حتى لهنا، حتى لا شريتي غير هنا، غير من هنا لهنا راه عندك الرباح، غير من هنا لهنا راه عندك الرباح كما كتشوفوا. انت راه بعتي هنا ورجعتي شريتي هنا راك رابح، راه واخا السوق يزيد يهبط حتى لهنا ولكن انت راك رابح، لانك انت كون هبط عليك السوق من هنا حتى لهنا غتكون خاسر بزاف، ولكن لهبط هبط عليك السوق من هنا حتى لهنا يعني ما تكونش خاسر بزاف، يعني تقدر السوق يرجع غير هنا مثلا المستويات ديال هنا وغتبيع وغتولي ترابح من هاد البلاصه حتى لهاد البلاصه، من هاد البلاصه حتى لهاد البلاصه تقريبا راه كاين واحد 1000 دولار في البيتكوين. انت شوف ديك الساعه البادجي ديالك شحال داخل، مثلا داخل 200 دولار داخل 300 دولار راه يكون واحد الرباح تقريبا واحد 3% 4% حتى 5%. هادي كندوي لك في السوق انه راقد، ان السوق ما كيلعبش دابا، راه كما كتشوفوا راه يومين السوق راه ما كيلعبش بزاف، راه ما كيطلعش بزاف وما كيهبطش بزاف. وانت ملي يولي السوق بحال هكا خاسر ولا السوق ما راقد ما كيتحركش بزاف وكتربح كل نهار 4% في 5%، راه نهار السوق غيبدا يطلع ويبدا يطلع 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 راه غتولي تربح واحد 10% 15%، راه 10% راه الشيء اللي كان البيتكوين كل نهار كيحقق لك ربح ديال 1%، الا جيتي تحسبها في العام كامل راه يحقق لك تقريبا واحد 365%، اي حقق شحال من 365%، يعني 1% 1% 1% كل نهار 1% راه كتزاد على القيمه، يعني البادجي اللي كتدخل به اليوم دخلتي مثلا اليوم ب 100 دولار غدا غتدخل 101 دولار، راه تحقق لك ربح شحال من 1%، ولكن حنا كندوي لكم هادي اقل مينيموم اللي حققتي غير 1% راه في العام تقدر تخرج واحد الربح ديال تقريبا واحد 5000 حتى 6000 في المية، والباجي كيبقى يتزاد عندك، يعني راه من 100 دولار تقدر توصل لواحد 3000 4000 دولار، هذه كندوي لكم أقل حاجة والسوق كيكون بحال هكا راكد، ولكن بعد مرة السوق كيطلع شي طلعة زوينة وبعد مرة السوق كيهبط شي هبطة خايبة، ملي كيهبط شي هبطة خايبة وأنت كتفهم وكتشوف هاد الشمعة بحال هكا وكتشوف هاد الفوليوم بحال هكا تعرف السوق يهبط، يعني أنت راه كتبيع في واحد المستوى اللي ما غتخسرش فيه بزاف. كاينة واحد الطريقة أخرى أنك كدير ستوب لوز، يعني كتحبس الخساره واخا تكون كتدخل شي صفقه ولكن كدير صفقه كتبان انها خاسره كدير واحد ستوب لوز كتخسر كتحدد حتى نسبه الخساره شحال تكون، هذه غنشرحوها لكم ولكن هي فيها شويه الخدمه، يعني غنبقاو معكم لي طاب باغ لي طاب باش تفهموا
باش هادشي يدخل لكم بواحد الطريقه سليمه وتفهموها مزيان. كما قلت لكم ها نتوما راه السوق باقي بالساق، هذا راه ما كيعنيش ان كاين شي حاجه كتعني ان السوق يطلع، كاين ان السوق ثابت كما كتشوفوا حتى الشمعات بعد ما كيطلعوا كيتساووا كما كتشوفوا، ما هي عرفت تطلع ما هي عرفت تهبط، هاي طلع شويه هبط شويه طلع شويه هبط شويه، يعني السوق مستقر. مثلا غيجيكم شي فوليوم ما كنقلب لكم شي فوليوم اللي كيعني ان السوق غيتبلبل وغيطلع مزيان، كما كتشوفوا هنا جاو فوليومات كبار باش عندنا ولينا السوق يهبط، وراه فعلا السوق هبط، ولكن ملي وصلنا هنا ضرب فوليوم بالخضر، ملي ضرب هذا الفوليوم بالخضر شعلنا لينا ها نتوما الفوليوم راه ما كاينش شي صعود، هاي الشمعة راه بسيطة ها نتوما الشمعة كما كتشوفوا راه شمعة عادية جدا، راه من 32 ألف دولار طلع تقريبا حتى 33 ألف دولار، ما طلعش شي طلعة وارة، ولكن كما كتشوفوا الفوليومات هنا فوليومات صغار 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 صغار، وصل هنا هو يضرب هذا الفوليوم الكبير، ملي ضرب هذا الفوليوم الكبير شوفوا فين وصل، شوفوا فين وصل، شو تاني وصل؟ وصل 37 ألف دولار، راه طلع بواحد 4000 دولار ولا 5000 دولار، يعني الأمور بسيطة غتفهموا الفوليومات غتعرفوها نتوما. مثلا نتوما راه ماشي فاتكم الحال كتقول لا حك الفوليوم لا ضرب هنا، ها الفوليوم معاش ضرب، ترى نهار 24/1/2022 مع الجوج، جوج ربع فين كان السوق، هاي جوج ونص كاع من وراها بنص ساعة من ورا الفوليوم فين كان السوق، باقي في نفس البلاصة، هاي تلاتة تلاتة وربع يعني ساعة وربع الفوليوم باقي في نفس البلاصة، ولكن ملي ضرب هاد الفوليوم عندنا السوق غيطلع، ما ضربش شي فوليوم شي من وراه ما ضربوش، ضربو فوليومات عاديين، يوم وراه السوق طالع 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 كتشوف اللي وصل، ضرب هاد الفوليوم بالخضر، هاد الفوليوم بالخضر شعلاني عاوتاني. ملي كيضرب فوليوم بالخضر وكيجيو السوق عادي شويه كيضرب فوليوم بالخضر، يعني انا السوق قدر يتبدل، ولكن ماشي 100%، الشراء غير تحليل منطقي كيخليك انك تفهم واحد 90%، ولكن داكشي ماشي 100% كيكون صحيح. كما كتشوفوا الفوليوم هو ضرب ان السوق طلع، وراه فعلا السوق طلع طلعه زوينه، ها انتم راه هاد الضربه الساعه راه كانت 36 دولار وصل تقريبا 37 الف دولار ونص، ولكن بقى مستقر. شوفوا الفوليومات كيبقاو، شوفوا هنا ملي كتشوف الفوليومات بحالك ما كاينين لك والو، ما عارف حتى السوق يطلع ما عارف السوق يهبط، ضرب هاد الفوليوم ولكن معاش ضرب، ضرب مع 4 لاروب يعني ضرب واحد القيته عاديه كما كتشوفوا، ولكن ما ضربش مورا، ها انتم ما كاينش شي تقدم، ماشي بحال هاد الفوليوم كما كتشوفوا الفوليومات كي كانوا، ها انتم هادو كانوا كلهم صغار، جا فوليوم بالحمر كبير كبير كبير، يعني السوق راه باقي كيتمرمد باقي ياكل العصا، يعني ملي كيضربوا بحال الفوليوم كيكون بحال حتى كيبان بحال الفوليومات الحمر، يعني بيع اخويا. مثلا نكون بعتي انت هنا، حنا نحلو لكم بشكل منطقي، بعتي ب 35 ألف دولار وراتي شريتي هنا ملي ضرب هاد الفوليوم بالخضر، قال لك السوق راه ربحتي من هنا حتى لهنا، هادي كلها ربحتي انت، هادي انا كتبعتي هنا ورجعتي شريتي من هنا، وملي بان لك الفوليوم غادي بحال هكا بالخضر خضر خضر وصلتي لهنا، ضرب هاد الفوليوم بالخضر تبعو هاد الفوليوم بالحمر كبير شويه، بعتي انت هنا، ها انتوما راه السوق راه كيعطيك فرصه انك انت تشري وانت تبيع، ها انت اللي ضرب الفوليوم ضرب مع ثلاثة، ولكن يمتد الصعود ساعة وربع من بعدها، هنا الفوليوم ضرب بالخضر من وراها ضرب بالحمر، ها ربع ساعة من وراها ضرب بالحمر بدا كيهبط، هذا هنا طاح فرصة كاملة تبيع، عندك ساعة انك تبيع، ولا ما بعتيش راه ما خاسر لان ما ضربش الفوليوم بالحمر كبير، يعني السوق ما غيهبطش بزاف. هذا كان فيديو بسيط ما بغيناش نطولوا لكم، راه تقريبا وصلنا نكون وصلنا شي 13 دقيقة في هذا الفيديو، من بعد غنكملوا لكم الفيديو تفهموا هاد الخطوط، هاد الخطوط تما راه كيعنيو تما راه كي عندهم واحد المعنى كبير وكبير جدا، غنشرحوا لكم تما باش تفهموهم، لان الدوره بين حنا كنكم تفهموا السوق باجمل اجمل ما فيه واخيب ما فيه، يعني السوق غتخرجوا فاهمينو هاضمينو غتفهموا نتوما، وتقدروا نتوما تبيعوا من هنا وتشريو من هنا وتشريو من هنا وتبيعوا من هنا وتشريو من هنا، الشيء راه ساهل، راه الشيء اللي كيديروا الحيتان، راه ماشي الحيتان كيجيبوا شي عينو بوحدهم وكيخدموا بوحدهم، بالعكس غير هما كيكون عندهم بادجي كيحكموا في السوق، انهم كي هاد الفوليوم اللي كتشوفو نتا هما كيكونوا سبابه، هما اللي كيخليو يبان الفوليوم بحال هكا، ولكن انت غتدخل انت بداك البادجي اللي داخل بيه ديك البركه اللي داخل بيها، غتدخل انت تنافس معاهم انت تدي حصيصه ديالك من السوق وتخرج في حالك، راه كل نهار كيجيك ضريبه ديالك بسيطه، غتضرب ضريبه ديالك شحال ما جاتك فيها 1% جاتك فيها 2% جاتك 3% وتخرج في حالك، شي نهار بان لك السوق ما هوش ما تدخلش. في اخر الفيديو شاركوا عبر القناة، راه حنا يلا عندنا واحد 2240 ابوني تقريبا، بغينا نوصلوا 10000 نهاية هذا الشهر، بغينا نوصلوا على الاقل واحد 5000 ابوني، حنا كنقدموا واحد المحتوى زوين، كنتمنى لنا الاعجاب ديالكم وتخلينا التعاليق ديالكم والاراء ديالكم في هذه الفيديوهات وهذه الدورة، لو بغيتونا نكملوا خلينا التعاليق ديالنا ودعمونا باللايك وشير، دمتم بألف خير.